تحولت وسائل التواصل الاجتماعي بعصرنا الحالي لجزء لا يتجزأ من حياتنا، لكن هل تخيلت أنه بيوم من الأيام استخدامه يمكن يأثر على أحلامك؟ كشفت دراسة حديثة عن صلة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتكرار الكوابيس المرتبطة فيها، وأظهرت الدراسة أنه الاستخدام المطول للسوشيال ميديا بيؤدي لتكرار الكوابيس اللي بتتضمن مشاعر العجز وفقدان السيطرة والتواصل المتقطع والتعرض للإيذاء وارتكاب الأخطاء بسياق وسائل التواصل. يرتبط تكرار هاي الكوابيس بحسب الدراسة بكثافة استخدام وسائل التواصل، كل ما زاد استخدامك لمنصات التواصل زاد احتمال تعرضك لكوابيس مرتبطة فيها. وبينت الدراسة إلى أن الأشخاص اللي بيعانوا من القلق أو مشاكل الصحة العقلية الأخرى أكثر عرضة لهي الكوابيس، ويمكن تأثر الكوابيس المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة سلباً من خلال قلة النوم، الأمر اللي بيؤدي للشعور بالتعب والإرهاق خلال النهار، بالإضافة لتأثير الكوابيس بانخفاض جودة الحياة بشكل عام، ما يؤدي لضعف الأداء بالعمل والدراسة والعلاقات الاجتماعية. وخلصت الدراسة إلى أنه أهمية تقليل الوقت اللي بنقضيه على منصات التواصل الاجتماعي خاصة قبل النوم، إلى جانب ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوغا قبل النوم للمساعدة على تهدئة العقل والجسم.